أستاذ أسامة، أستاذ بيشوي عماد عزمي، المدير التنفيذي لشركة ASGC. الحقيقة يعني بعض التجارب اللي ممكن تشوف بيئة الاستثمار والعمل خارج مصر ممكن تنقل تجربة، وهناك تجربة لحضراتكم في بعض دول الخليج. أي عملية تسهيلات قد تجدوها هناك يجب أن تكون موجودة هنا؟ كيف يمكن نقل التجربة؟ كيف يمكن تسهيل الأعمال حسب ما رأيتم في بعض البيئات الأخرى؟ شكرا. أنا سعيد إن أنا أكون هنا. طبعا أنا يعني مصري وفخور إني مصري، بس فعلا بقالنا 35 سنة يعني خارج مصر، بيزد في دول الخليج فعلا زي ما حضرتك بتقول، تحديدا في الإمارات. اشتغلنا في دول وفي أسواق الحكومة بتلعب فيها دور إيجابي للتحول الاقتصادي، ومن أبرز يعني أمثلة للموضوع ده هي دبي ودولة الإمارات. إحنا كمطور عقاري أو كمقاول أو كشريك اقتصادي كقطاع خاص، أحسن وأريح جهة بنتعامل معاها هي الدولة لما بتتواجد معانا بصفة الشركات اللي what we call government related entities، أو الشركات اللي هي بتمزج أحسن حاجة في القطاع الخاص وأحسن حاجة في القطاع العام. فلما سمعنا إنه في صندوق سيادي بيبتدي في مصر، إحنا فعلا انبسطنا وتفائلنا وحسينا إن ده هيبقى شريك إيجابي في الخطة الاقتصادية للبلد على المدى البعيد. وبصراحة إحنا من شغلنا مع الأجهزة اللي زي الصندوق السيادي خارج مصر متخيلين إنه في رحلة، يعني ما بين إنه في شركات مثلا في الإمارات هي بتشتغل operationally كمطور عقاري وتكون ملك الدولة، لأنه بعد كده بيطرحوا الشركات دي في البورصة ويدرجوها وبيبقى في فريش ماني زي دكتورة هالة بتقول، بتدخل الدولة من خلال طرح شركات ناجحة إلى الـ يعني الاند الاكستريم زي الصندوق السيادي النرويجي اللي برضه الدكتور هالة ذكرته، اللي يمتلك دلوقتي 1% من كل الأسهم المدرجة في العالم. فيعني احنا عندنا رينج، والصندوق السيادي المصري بداية جميلة، واحنا بنسعى ان احنا نشتغل مع الصندوق، ومتخيلين انه ده يبقى حاجة يعني عظيمة، لانه في دلوقتي لفظ بيستعملوه بعض الاقتصاديين بالذات يعني من جامعة هارفارد اسمه الـ weaponization of capital او تسليح رأس المال. يعني ازاي اي جهة، فلنفترض ان الجهة دي الدولة، تستعمل رأس المال ان هي توصل للاغراض اللي هي عاوز توصل لها. فلما يبقى في صندوق سيادي عنده اصول، يبقى في خطة لتسليح رأس المال لمصلحة الدولة، ويودينا في اتجاهات عاوزين نروحها، وذر ان احنا عاوزين نوظف ناس في اتجاهات معينة، عاوزين يبقى عندنا قدرات داخلية لصناعات معينة تتماشى مع ظروف البلد، وذر عاوزين يعني نغزو اسواق خارجية بفكرة معينة. وبيكون رأس المال ده رأس مال يعني عنده القدرة على الاستحمال، patient capital. فممكن بيبقى في خطة تاخد 4 سنين 5 سنين 6 سنين وتجيب نتائج رائعة على المدى البعيد.